بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البيتي فور. عندنا كوبايه الا ربع سكر او 175 جرام وسكر سكر خشن، وهنحطه في مطحنه التوابل عشان نخليه سكر ناعم، ولو طبعا بنستخدم سكر ناعم من الاول مش هنحتاج نعمل كده. وهنضيف على السكر نص معلقه صغيره فانيليا وهنعمه كويس في الخلاط. بعد كده عندنا 400 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ، وال 400 جرام دول حوالي كوبايتين. وهنضيف على الزبده السكر اللي طحناه، وهنضرب الزبدة مع السكر بالمضرب الكهرباء على سرعة متوسطة لحد ما يبقوا معانا زي الكريمة. وبعد ما الزبدة تبقى معانا زي الكريمة ولونها فاتح بالشكل ده، هنضيف عليها بيضتين وهنكمل خفق بالمضرب. وخلاص كده خليط الزبدة جاهز معانا، وهنكون مجهزين نص كيلو دقيق مقلبين عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنضيف الدقيق على الزبدة، وهنقلب لحد ما العجينة تتشكل معانا. وخلاص كده العجينة جاهزة معانا، هناخد منها بس ربعها وهنحط العجينة اللي خدناها في بولة تانية، وهنضيف عليها معلقة كبيرة كاكاو ونقلب كويس. وخلاص كده عجينة الكاكاو جاهزة معانا. بعد كده هنحط العجينتين في كيس حلواني، عجينة الشوكولاتة والعجينة العادية، وهنستخدم بلبلة بأي شكل. وهنبدأ نشكل بالشكل ده فانيليا وشوكولاتة مع بعض. وخلاص كده شكلنا البوتي فور، وهنسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق بعد ما شكلناه. وفي الوقت ده هنسخن الفرن على درجة حرارة 170، ومهم جدا ان الفرن يكون سخن تماما قبل ما نحط البوتي فور، عشان لو حطينا البوتي فور والفرن لسه مسخنش كويس هنلاقي البوتي فور ساح والنقشة بتاعته راحت تماما. ولما الفرن يسخن معانا هنحط البوتي فور في الفرن على الرف الاوسط. وخلاص كده البوتيفور استوى معانا، وهياخد معانا في الفرن حوالي ربع ساعة، بس طبعا الوقت ده هيختلف على حسب الفرن عشان كده لازم نتابعه كل شوية. وأول ما بنطلعه من الفرن بيكون طري شوية وبعد كده بيقرمش. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى إنها تكون عجبتكم، واستنونا إن شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الوصفة اللي جاية.